السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى نهاية سنة 2016، وفي هذا الفيديو سوف أقدم لكم أحسن 10 تطبيقات لهذه السنة حسب وجهة نظري. أولا نبدأ بالتطبيق الأول، هو تطبيق شو بوكس. سبق وأن شرحت هذا التطبيق على قناتي. هذا التطبيق متخصص في الأفلام، يمكنك مشاهدة الأفلام وتحميلها بالجودة العالية مجانا على هذا التطبيق، وكذلك بالترجمة، وكذلك يحتوي على مسلسلات يمكنك أن تشاهدها عبر هذا التطبيق أو تقوم بتحميل الحلقات. سوف تجد رابط أو كل روابط العشر تطبيقات أسفل الفيديو في الوصف. ثاني تطبيق هو باك دروبس. هذا تطبيق متخصص في الخلفيات، حيث يمكنك أن تقوم بتحميل وتثبيت وضع خلفيات جميلة لهاتفك. الشيء الذي يميز هذا التطبيق عن باقي التطبيقات أنه كل الخلفيات الموجودة في هذا التطبيق هي لن تجدها في أي مكان آخر، ولن تجدها في الإنترنت، لأن هذا التطبيق عنده فريق من الفنانين يقومون بإنتاج هذه الخلفيات ويقومون بتحديثها أسبوعيا. لكي تختار أي من هذه الخلفيات، تختار أي واحدة منهم وتضع السيت حتى يقوم بتحميلها ووضعها مباشرة كخلفية في هاتفك. المهم نمر إلى التطبيق الثالث، هو هذا التطبيق. هذا التطبيق غير مشهور في العالم العربي. هو تطبيق يمنحك خاصية معرفة منظر بروفايلك في الانستغرام، ومن شاهد صورك في انستغرام، ومن قام بعمل لك بلوك في انستغرام وفيسبوك. أنا هذا التطبيق موثوق ولا يقوم بسرقة حسابك أو شيء من هذا. هناك بعض الأشخاص يخافون من سرقة الحساب. تقوم أول شيء تختار في الاتصال بالإنترنت. أول شيء تختار ماذا تريد أن تقوم، ماذا تريد أن ترى، إنستغرام أو فيسبوك. أنا أختار إنستغرام. هذا إعلان، يجب أن تشاهد الإعلان. نختار إنستغرام، هذا هو تضع معلومات الدخول إلى إنستغرام. كما قلت لكم هذا التطبيق جربته شخصيا ولا يقوم بسرقة الحسابات أو أي شيء. تضغط على أكسس وتنتظر حتى يتم تحميل البيانات، وسوف يقوم بالدخول إلى يرسل لك صفحة على الإنترنت. تدخل لها وتجد كل البيانات. لن أقوم بشرح التطبيق الآن لأنه يجب أن أشرح لكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو. نمر إلى التطبيق الآخر، هو تطبيق موبي كيم تي في. هذا تطبيق عربي لمشاهدة قنوات بي إن سبورتس مجانا بجودة عالية، كما يحتوي على أفضل المسلسلات، وكذلك يحتوي على العديد من القنوات الأخرى غير هنا. شوف، تختار قنوات رياضية، قنوات بي إن سبورتس تعمل أثناء المباريات، عندما تكون مباريات تجدها تعمل. سوف أشرح، نجرب قناة. هي تعمل بجودة عالية كما تشاهدون. لن نترك قناة مدة طويلة لأنه بي إن سبورتس عندها حقوق في اليوتيوب. كذلك هناك قنوات أخرى، قنوات عربية وقنوات أخبار، قنوات إسلامية وأطفال، وقنوات فن وسينما، قنوات MBC، وقنوات ثقافية. المهم في العديد من القنوات، وقنوات بي إن سبورتس تعمل عندما تكون هناك مباريات. نمر إلى التطبيق رقم 5. تطبيق هذا ليس التطبيق رقم 5، هو اللعبة. هذه اللعبة هي من أحسن ألعاب لسنة 2016. هدفها هي لعبة ذكاء نوعا ما، تنشط العقل، تحل بعض الألغاز، هذه ألغاز تحلها الأحاجي. هي لعبة ذات جودة عالية ومجانية الآن في سوق جوجل بلاي. نمر إلى التطبيق السادس، هو هذا التطبيق. هذا يمنح هذا التطبيق هو اللي يمنحك خصائص لتغيير أيقونات في جهازك وتغيير النغمات عندما يتصل بك شخص. تغير نغمة عندما تصلك رسالة، تغير الأيقونات. مثلا سوف أقوم بتغيير أيقونات لتطبيقات في جهازك. مثلا تشاهد تعجبك أي باقة من هذه الباقات، تختار مثلا هذه الباقة عجبتك. هناك العديد وكلها مجانية.
مثلا نغير انستغرام، ايقونة انستغرام. هذا هو انستغرام، تم تغييرها، نغير ايقونات اخرى مثلا للواتساب. هو الواتساب، هذا هو الواتساب. وعندما تعود الى صفحة المقدمة تجد هذه هي التطبيقات، هذه هي ايقونة، سوف احذف ايقونة الاصلية واضع هذه الايقونات، ايقونة انستغرام وواتساب. ويمكن تغيير كل التطبيق، ايقونات كل التطبيقات بهذه الطريقة، ويصبح شكل هاتفك تعدل عليه كما تشاء. نمر الى التطبيق السابع، هو تطبيق سناب تيوب. العديد من الناس يعرفون هذا التطبيق، هو تطبيق لتحميل الصور والفيديوهات. يمكنك تحميل فيديوهات من اليوتيوب، وتحميل صور وفيديوهات من انستغرام وفيسبوك والعديد من المواقع الاخرى. مثلا ستقوم بتحميل من الانستغرام، تقوم بفتح انستغرام، تقوم بفتح انستغرام وتختار اي صورة وتقوم بنسخ رابطها، وتظهر لك هذا الاشعار من سناب تيوب، تضغط عليه وتختار يعني الصيغة التي تريد ان تحمل بها هذه الصورة، وسوف يبدأ بالتحميل مباشرة. عندما ينتهي من التحميل تجد الصورة في ألبوم الصور. نذهب الى التطبيق الثامن، هو دوزي. هذا التطبيق يساعدك في الحفاظ على بيانات في الهاتف. فكما تعلم هناك بعض التطبيقات حتى عندما لا تستخدم الهاتف تقوم باستهلاك البيانات، بيانات 3G. فهذا التطبيق يقوم بإيقاف استهلاك البيانات عندما لا تستخدم الهاتف، وهذا الشيء سوف يفيدك من جهتين، يفيدك من جهة سوف تحافظ على البيانات، ومن جهة أخرى تحافظ على البطارية. هذا هو التطبيق. نمر إلى التطبيق التاسع، هو متصفح ملفات. هو من بين أحسن متصفحي الملفات، كما هو يوفر لك خاصية فك الضغط عن الملفات المضغوطة، ويوفر لك خاصية أخرى وهي التحكم في حسابات الكلاود، تخزين السحابي يمكن أن تتحكم بها من هنا. كل هذه الخدمات يمكنك أن تتحكم بها عبر هذا التطبيق. ويمكنك تغيير الثيم والألوان لهذا التطبيق، فهو تطبيق جميل. آخر تطبيق، التطبيق العاشر، هو لتصوير شاشة هاتفك فيديو. والميزة التي تميز هذا التطبيق عن باقي التطبيقات التي تقوم بنفس الأمر هو أنه لا يحتاج إلى روت، وكذلك يمكنك تسجيل الكاميرا الأمامية في نفس الوقت. هذه الخاصية تفعلها من هنا، تسجيل الكاميرا الأمامية في نفس الوقت. المهم، كانت هذه هي أحسن 10 تطبيقات لسنة 2016. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وكما قلت لكم كل الروابط سوف تجدونها أسفل الفيديو لتحميل هذه التطبيقات. وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك واشتراك في القناة لمزيد من مثل هذه الفيديوهات إن شاء الله. نلتقي في فيديو قادم، إلى اللقاء.